ونروح معاكم دلوقتي سريعا لكريم احمد اللي كان النهارده طبعا موجود في تدريب النادي الاهلي الصباحي ليطمنا عن اخر استعدادات النادي الاهلي وطبعا على حاله المصابين. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك شيماء، برحب بيك وبرحب طبعا انت كنت موجود النهارده في التدريب الصباحي للنادي الاهلي، عايز اعرف منك كده الكواليس بتاعت التدريب واخر استعدادات الفريق من النهارده لحد ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه يوم اللقاء الحاسم والمرتقب، وكمان عايز اعرف منك واطمن منك عن حاله المصابين وبالتحديد احمد فتحي. يمكن طبعا في البدايه بقى من الصعب دخول النادي الاهلي مباراه مصريه وهو كامل العدد، عدد من الاصابات بتلحق النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه او بيبقى في صعوبه كمان في تجهيز اللاعبين. النهارده كالعاده يمكن التدريب كان صباحي الساعه 9:30 صباحا من حضور جميع اللاعبين اللي كانوا متواجدين النهارده، لكن استثناء هشام محمد وسعد واسلام محارب واحمد فتحي ومحمد هاني، يمكن اللعيبه دول ما شاركوش في التدريب الجماعي او شاركوا في الجرعات التدريبيه. فضل مستر باترس ان هو يكونوا تدريبات خفيفه جدا في الجيم. ابدا تفضيل النهارده ان هو لم يشارك احمد، عنده بعض الالام في العضله الاماميه، لكن من خلال سؤالنا للجهاز الطبي ومن خلال كمان معرفتنا ان شاء الله احمد فتحي في تجهيز كبير جدا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي المباراه، وايضا كمان محمد هاني يمكن نظرا لاصابه احمد فتحي في استعداد كبير لمحمد هاني ان هو يكون متواجد في هذه المباراه. كان في ايضا كمان تفضيل من باسكت كارتيرون المدير الفني ان هو لم يشارك بها النهارده غير الجيم بيجهزوه بدني بشكل كبير، لسه في تدريبتين كمان ممكن يكون متواجد فيهم احمد فتحي، لكن عايز اكد على احمد فتحي ان هو ان شاء الله باذن الله يكون جاهز خلال الايام القادمه. ده اللي احنا شايفينه احمد فتحي، كان عامل البسيطه لكن تحامل على نفسه نظرا لاهميه المباراه قبل النهائي، المباراه المره دي هي مباراه نهائي، فان شاء الله بنتمنى باذن الله احمد فتحي يكون جاهز زي ليها هذه المباراه بجانب اسلام محارب اللي يمكن اعلن جاهزيته. الاهلي اسلام محارب ان شاء الله يكون جاهز، هو كان عنده الام بسيطه في العضله الضامه زي ما شفنا طبعا في مباراه الصيف، لكن اسلام محارب في تجهيز كبير ايضا من الجهاز الطبي. كل اللعيبه الصراحه يمكن خلال الفتره اللي فاتت بتتحامل على نفسها بشكل كبير نظرا لاهميه البطوله واهميه مباراه الترجي الاولى والمباراه الثانيه. النهارده كمان يمكن مستر باتريس كارتيرون في التدريب بخصص فتره تدريبيه يمكن فصل بشكل كبير كل اللعيبه اللي هتشارك في المباراه او اللاعبين الاساسيين العناصر الاساسيه، وكان في شغل كبير جدا على تكتيك المباراه. النهارده شفنا تمركزات كتير بيصحح بعض التمركزات، الفاولات الكرات الثابته كان 25 دقيقه كان فيهم تركيز كبير جدا على التكتيك وعلى اسلوب المباراه. يمكن خلال المباراه هنشوف الكرات الثابته فيها اختلاف كبير جدا عن المباريات الماضيه، في حاله تركيز منعكسه بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله ينقصنا كل التوفيق باذن الله في هذه المباراه، المباراه الاولى والمباراه الثانيه 180 دقيقه تحسم ان شاء الله الصعود للنادي الاهلي والحصول على البطوله الافريقيه. شكرا لك كريم احمد مراسل قناه نادي الاهلي.